شئت أم أبيت، لن تكبر دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد. هذه هي الحياة، شئت أم أبيت. احترامك للناس لا يعني حاجتك إليهم، ولكنه مبدأ تتعلمه من دينك وتربيتك. كن ثريا بأخلاقك الكبيرة وبتواضعك. نصبح ولا نعلم ما كتبه الله لنا في يومنا، ولا نملك إلا الرجاء منه سبحانه، أن يكون يومنا أحسن من أمسنا، وغدنا أجمل من يومنا. لا تتخلوا عن التفاؤل، هناك من هو أكثر منك حظا، لكن هناك من يتمنى نصف ما لديك. السعادة لا تقاس بما تملكه من مال وجاه، بل فيما تملكه من قناعة وأمل. اغسل قلبك قبل يديك. أدعو الله أن يمن علينا وعليكم بالصحة قبل المال. ارفع يديك إلى السماء بإيمان ويقين، وناجي ربك في السراء والضراء، وبر بوالديك أحياء وأمواتا، فرضى الله من رضاهما عليك. وصل أرحامك، وانفع الناس بما تستطيع، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اعمل الخير وارحل، كمن يغرس نبتة لشجرة مثمرة تكبر فيأكل الناس من ثمرها، فيدعون لمن غرسها حتى لو رحل عن الدنيا. اعمل الخير ستجده في ذريتك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.